الأحباء والأعزاء في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قناتكم المفضلة بإذن الله تعالى، جواهر السويس إطلالة جديدة زي ما بنقول، ويوم جديد مع ابن من أبنائي، وربنا يوسع عليه ويزيده، وأنا بشجع الشباب. تمام؟ اسمك آمن وإياد ويوسف. يوسف حبيبي حبيبي، عامل حاجة؟ عامل ايه يا حبيبي؟ عشتني والله. عامل مقصر معاك شويه، معلش. اه على السريع كده اللي انت عايزه. الناس بتقول لي ليه ده ب 50؟ ده بلدي يا حاج. ب 50 عشان صغير شويه. بعدين ده مش صغير، بس بلدي. بلدي ده شنشله يا جماعه. ب 50 بلدي ونضيف. تمام. جميل جدا، والحبايه حبيتها يا جماعه، وليه ناس ليها مزاج في الاكل الرفيع ده. تمام. والكلماري بكام؟ ايه الكلماري ب 60 عم. اللي انت عايزاه حطيه. مش عاوز انت عايزاه قوي. الله على الطباره يا يوسف. 100 100 الطباره يا حاج. انت حاجتك دايما منوره والناس بتحبك يا يوسف. لا استناني، بكام ده؟ ايه ب 40 بس يا حاج. ب 40 يا جماعه؟ ممكن 35؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش، شفت يا جماعه؟ احاول برضو معاه. ده 40 يا جماعة بس، بسم الله ما شاء الله، الواحدة بوحدتها زي ما بيقول الكتاب كده. مية مالحة. مية مالحة. جميل جميل. الأروز ده بقى المبطرخ ده بكام؟ المبطرخ ده ب100 بس يا حاج. بص لا بقى، حرام حرام. أنا عارف والله، عارف والله، عارف عارف. أنا الحمد لله لينا نظرة ب100 القاروص الجميل ده. طب والدنيس؟ الدنيس ب100 بلدي والله. 100 بلدي. ايه بلدي بيحلف يا جماعه؟ الظهر الظهر فضه اهي. الظهر فضه وبتلمع، يبقى بلدي يا جماعه ب100. والصرع؟ الصرع ب 45 بس. 45 يا جماعه. ده هو والمرجان واحد يا جماعه. هو اقل درجه اي نعم، بس هو بلدي ونضيف. بص طلع لي بقى بالراحه بالراحه، شوف عشان الناس تشوف. بتبلع يا جماعه؟ بغايه دي. بغايه سمكه باغه اهي ب 40. جميل يا يوسف. السوبيا بقى الجر دي بلدي طازه والله. انا عارف ما تحلفش بالله عشان بزعل من الحلفان. بص يا جماعه العين 110 بلدي دي. محمله يا يوسف. لا هي محقوعه في ميه. لا يقلع على صوبه الجره حاجه. ايوه انا عارف. والله. ايه الميزه؟ دي احسن حاجه. دي احسن بتاعه الفلايك، واحسن بتاعه اي حاجه. عشان جوه شويه. مش على البر، جوه شويه. قلنا كام؟ 110 بس. 110. والسردينه اللي تصلح للتخليل والاليه والطاجن بكام؟ دي ب 40 بس. 40 يا جماعه. الله عليك يا يوسف. دايما حاجتك منوره ودايما حاجتك مشرفه. الحمد لله الحمد لله. والموزه؟ الموزه ب 40 برضه. وريني واحد موزه كده، افتح لي كده. لا مش يعني امسكها لي. بص يا جماعه دي بلدي لسه ما اتخسرتش. جميل. بكام؟ لسه ما اتخسرتش. بكام؟ بس 40. دي في التخليل انا كلتها يا يوسف. اشحن. ايه رايك؟ 100 100 يا حاج. في التخليل 10 على 10. اشحن. دايما منور الدنيا. صباح الفل يا ابو حساب. جميل زي ما بيقولوا، جميل جمال. حبيبي يا يوسف. على سهوه كده يا جماعه، انا هاخد حاج سيد خلصه كده. يعني ايه؟ ازيك يا باشمهندس؟ السلام عليكم. صباح الفل. وش الفل؟ صباح الفل يا حبيبي. صباح الجمال. صباح الجمال. وشك خير والله. الله يخليك. السمك اللي انت بتاخد منه ده الحاجة. طيب جميل جميل جميل. انت حاجتك دايما حلوه يا حاج سيد. كلمك يا باشمهندس. صباحك فل. صباح الهنا عنده يا جماعه. كان عنده هنا خير ربنا شريفه وملص وشعور، وهكمل الفيديو بفيديو تاني ان شاء الله قريب. وانا عندي واحد مشهور بالعمك وست فلايك وما يعرفش السمك البايت ولا السمك المزارع، صح يا عم؟ تمام تمام يا حاج. كل سنه وانتم طيبين وعام سعيد عليكم جميعا. طبعا احنا معاكم في جواهر السويس، مضى علينا سنه طبعا تحت رعايه الحاج احمد، من الناس المحترمه جدا اللي عنده بالضحيه، واللي ما يعرفش يضحك على حد
او يغش حد. والراجل بصراحه بيبذل قصارى جهده علشان يوصل السلعه الجيده والمنتج النظيف للزبون والمستهلك. على جوهر السويس. على جوهر السويس. والمحافظات كلها مش عارفاتكم؟ على جميع مستوى، على مستوى الجمهوريه عم. عرفوكوا عن طريق جوهر السويس. عن طريق جوهر السويس. راجل انا بتكلم مع واحد حقاني وما بيهموش اي حد، ولا انا غلطان؟ كله من فضل ربنا علينا، لان الحاج احمد من الناس المحترمه جدا، والناس اللي خدت بالك ما عندها. انت مشغول معايا لسنات، فاكر انك انت مش عايز تظهر. اتفضل. لا لا لا، ما عندهاش مجامله في الشغل ابدا، ودي الحقيقه الحمد لله. طبعا يدي الناس حاجه كويسه. شكرا يا حاج ابراهيم. وما زلنا احبائي ومشاهدي ومتابعي قناتكم المفضله باذن الله، قناه جوهر السويس، في اخذ اراء التجار في مدى دور قناة جوهر السويس وإثراء الحركة والنشاط وتعريف المحافظات بأسماك وحلقة السويس، ودورنا أيضا في الشباب ومساعدتهم. طبعا أسماك السندباد مبدأ حبيبي، اتكلم براحتك، ولو وحش قول، حلو قول. اتفضل، رأيك إيه في دور القناة؟ والله يعني أنت راجل 100 100 يا عم أحمد، وربنا يجازيك خير على اللي بتعمله ده. عرفنا محافظات كتيره بتجيلك ولا على طريق القناه؟ بيجي والله، بيجي ناس كتيره والشباب بيساعدهم. والله ايوه بيجي. انت عارف انك انت مقل في الكلام لحسن نفكر الناس اللي كانوا بتكلم غصب عنك. لا 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 والله، في ضغط عليك ولا في تحضير؟ في ناس بتيجي طبعا. امال ايه؟ وانت الحمد لله شايف دور القناه ولا مش شايفه؟ شايفه كويس الحمد لله. كويس الحمد لله، ربنا يحسن سوقك ويوفقك يا حبيبي. شكرا يا مجدي. ان شاء الله. كبيره قوي ده. اعملوا لايك يا سويس.